السلام عليكم، شلونكم؟ عساكم طيبين، كل عام وانتم بخير، واسأل الله ان يعيد علينا هذا العيد بالصحة والسلامة ونعايد مع احبابنا واهالينا يا رب. اليوم هو يوم الخميس 5 شوال. قبل امس تقريبا سمعنا اخبار جدا حلوة، وهي كانت اخبار يعني الشعب السعودي كان ينتظرها له فترة، وهي اخبار رجوع الحياة تدريجيا بعد حجر منزلي دام قرابة 2 شهر وعليها. يعني من اليوم صار وقت التجول من 6 صباحا إلى الساعة 3 مساء. المساجد إن شاء الله راح تفتح يوم 8 إلى 28 شوال. رحلات الطيران الداخلية بترجع ابتداء من نهاية الشهر الحالي، وأخبار ثانية كمان ممكن تحصلونها تحت في الديسكريبشن. طبعا إلى هذا الوقت اللي أنا أصور فيه فيديو ما في أي علاج لفيروس كورونا. طبعا فترة الحجر المنزلي اللي فاتت خلتني أكتشف أشياء وأصحح أشياء. اكتشفت أني مثل أغلب الشعب السعودي اكتشفت أني أحب الطبخ فعليا، يعني لا طبخ طبخ، يعني مش الكبسه اللي سويتها ذاك اليوم. حاول ثالث. طبعا غير الكبسه اللي صورتها كان في اطباق ثانيه، كان في حلا، كان في اشياء كثير، منها اللي نجح منها اللي كان فشل ذريع، لكن اكتشفت اني انا فعلا احب يعني اطبخ واشتغل في المطبخ. والاهم من هذا كله صرت اقدر اكل البيت. يعني تقريبا بدون اي مبالغه الفتره اللي كانت قبل الحجر كان نسبة 80% من أكلي كان أكل مطاعم، 20% هذه الأشياء خفايف كذا في البيت، وهذا الشيء كان جدا خاطئ. بعد ما استمرت على أكل البيت النظيف وكميات يعني معقولة، نقصت 3 كيلو بدون أي رياضة، بدون أي رجيم، بدون أي شيء، بس مجرد أكل نظيف وابتعدت عن المطاعم. واكتشفت كمان أنه العمل عن بعد يزيد الإنتاجية بشكل جدا رهيب. يعني لكن تتخيل عزيز المشاهد الموظف اللي جالس كذا في المكتب حقه يقول متى تيجي الساعة 4 عشان برجع البيت، طفشت ما في. يعني خلاص وانت في البيت تجيك شغلة تخلصها تكمل مهامك اليومية، يعني تعيش حياتك، ما انت محكور انك تجلس في مكان معين ولا اذا طلعت بدري بينخصم عليك. والشركات الان بدأت تفكر في الموضوع ذا بشكل جدي عشان يوفرون على انفسهم موضوع المكاتب والتكاليف الثانية، فهذا الشيء جدا جميل. اكتشفنا كمان انه ما نجلس مع اهالينا بشكل كافي. طبعا الكلام هذا حقين الاستراحات اللي ما يعرف البيت الا بس عشان ينام. اكتشفنا كمان انه التقنيه فعلا تقرب البعيد. قبل كنا نسمع كلام هذا انه التقنيه والاتصال عن بعد، لا فعلا بعد ما جربناها يعني ما في اي فرق بينها بينك يعني تجلس مع الشخص بشكل فيزيائي، اللي يمكن فرق بسيط، لكن التواصل عن بعد يعني كان شيء جدا جميل. الشيء الاخير اللي كنت اسمع فيه بس لأول مرة شفته بعيني الثنتين، اللي هو قوة مملكتنا العزيزة. نتكلم عن نظام صحة جدا قوي، ونتكلم عن بنية اقتصادية جدا قوية، غير النظام الأمني والعسكري اللي عندنا. الشيء ذا يخلينا أن نحمد الله أن احنا عايشين في السعودية العظمى. طيب محمد، الشيء المرحلة الجاية، الفيروس لسه موجود، والمرحلة الجاية هي أن احنا نبدأ نتعايش مع المرض، نبدأ نمارس العادات الصحية مثل تغطية الأنف والفم لما نجي نخرج، نتجنب الأماكن المزدحمة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، نلتزم كمان موضوع التعقيم وغسل اليدين. أنا من قناة اليوتيوب الصغيرة هذه اللي قربت على 60,000 مشترك، حاب أقول شكرا لكل الممارسين الصحيين، شكرا لكل رجال الأمن، وشكرا لكل مواطن التزم بالتعليمات وجلس في البيت خلال الفترة هذه. طبعا المقولة هذه دائما أقولها، أنه أزمة وتعدي، وراح نتذكر يوم من الأيام أنه والله كنا جالسين في البيت 2 وعليها حجر منزلي، لأنه كان في مرض اسمه فيروس كورونا. يوم من الأيام راح نتذكر، ما ندري يمكن السنة الجاية نقول إنه في رمضان كنا جالسين في البيت طول الوقت، والعيد لأول مرة نعيد في بيوتنا، ونتذكر الأيام الحلوة والأشياء اللي كنا نسويها. الآن عزيزي المتابع، أبغاك تكتب لي تحت في الكومنتات إيش هو الشيء اللي استفدت منه خلال فترة الحجر المنزلي، سواء هواية اكتسبتها عندك، سواء أشياء طورتها في نفسك. اكتب لنا تحت في الكومنتات عشان كلنا نستفيد، ونقول الله يبعد عنا كل مكروه ويعجل بزوال الوباء، ونعيد ان شاء الله العيد الاضحى مع بعض باذن الله. كان معكم محمد اللي بقي له شوي على 600,000. 600,000 يا رب يا كريم. يعطيكم العافيه، اشوفكم على خير، السلام عليكم. سلام، اخيرا رجعنا الكاميرا من زمان عنها. تعرفين الفترة اللي راحت كانت كلها أصور بالجوال. هذه طبعا رسالة للناس اللي يقول أنا لازم أشتري كاميرا احترافية عشان أبدأ يوتيوب. لا ما يحتاج، تقدر تصور بالجوال، جوالات الآن صارت تصويرها كويس.